اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل سجق شرقي بالبيض. المكونات: مكون اساسي بتاعنا سجق شرقي، وبصل ابيض متقطع جوليان، خل ابيض، مرقه، ثوم وزعتر، وبيض. استعملنا شويه زيت عشان نحمر فيه السجق، وهنستعمل شويه في الاخر شويه شطه وملح. الاول بنسخن شويه زيت، هنحط فيه البصل، ونقطع السجق، لو البصل كله وصل للون البني اللي احنا عايزينه. دلوقتي بقى نضيف السجق، بعد كده نحط معاه الخل، بس نوطي النار شوية، حوالي معلقة ونص، والزعتر. رشة كمان. دلوقتي بقى هنزود المرقة، وحوالي فصين ثوم، نقلب. دلوقتي نكسر عليه البيض، نقلبه بقى كده معاه. ممكن لو تفضلوا تبقوا تغطوه وتسيبوا البيض زي ما هو، او تقلبوه معاه كده برضه، هيبقى يعني ظريف كده كده كده، يعني في الحالتين هيبقى كويس. بس نرفعه من على النار وسيبه ياخد من حرارة الطاسة عشان خاطر بس ما ينشفش. ممكن نستعمل مش برضه صغير. نزود شوية جارنش على جنب كده، نحط شوية خس. لقيت طماطم. وجزر وخيار. كده الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش سجق بالبيض، ساندوتش وحاجة ساقعة بالهنا والشفا. لا
النهارده هنعمل سموذي الصوبيا بالكركديه، مكونات صوبيا وكركديه، ايس كريم فانيلا وثلج مجروش. نجيب الخلاط، نحط الايس كريم، ثلج المجروش، صوبيا، كركديه، نقفل الخلاط ونخلط. ثلج مجروش اهو، تمام. كده العصير بتاعنا جاهز، سموذي صوبيا بالكركديه، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا.